نروح لجنوب افريقيا، زميلنا العزيز كريم احمد يطمننا على اخر الاخبار، التدريب، الدنيا شكلها عامله ازاي. كريم مساء الفل عليك، اخبارك ايه؟ اخبار البعثه ايه؟ الجو، الدنيا، الاجواء بصفه عامه شكلها عامله ازاي؟ كل التحية والتقدير ليك يا كابتن شوبير ولكل جمهور النادي الاهلي العظيم. يعني ان شاء الله باذن الله على بركه الله يكون 3 نقاط ويكون نتيجه ايجابيه بالاصرار اللي احنا عارفينه على لعيبه النادي الاهلي، بالمجهود اللي بيبذل، مجهود اداري تنظيمي فني، الكل الحقيقه بيجتهد ان شاء الله عشان اسعاد جمهور النادي الاهلي. يعني هبدا معاك يا كابتن شوبير الحقيقه بالطقس، يعني صعب جدا الحقيقه الطقس، درجه الحراره بتصل ل 37، الرطوبه الحقيقه بتصل ل 80%. النهارده يمكن تدريب فريق النادي الاهلي كان في تمام الساعه 3 عصرا، الجو كان صعب جدا، درجه الحراره كانت 35 لكن الرطوبة عالية. بنعمل إن شاء الله يوم المباراة يعني الأجواء والطقس والمناخ والظروف كلها إن شاء الله تكون معانا، لكن في مجهود كبير جدا بيبذل من الجهاز الطبي، توفير الأمور الخاصة بالسوائل عشان الريكفري، الأمور الخاصة طبعا الطبية اللي بتساعد بشكل كبير جدا لعيب النادي الأهلي إن أنت تقوم بالريكفري بشكل سريع جدا. لكن لو عايز أكلمك كابتن شوبير النهاردة على التدريب، الحقيقة بتفرق معانا جدا التدريب الأول لما بنشوفه، بنلمس منه حاجات كتيرة جدا، بنشوف الحماس الكبير للعيبة النادي الأهلي، بنشوف إنكار الذات، كل واحد بيشجع التاني النهاردة. على قد ما الرحلة كانت شاقه جدا يا كابتن شوبير، امتدت ل10 ساعات، لكن النهارده يمكن كان التدريب متنوع شويه، كان في جزء في استشفاء شويه، لكن كان في مربعات، كان في شوط على المرمى، كان في كروسات، في روح كبيره جدا وفي حماس كبير جدا. امام النهارده كان متالق جدا، كهربا، يحيى عطيه الله، حسين الشحات، كل المجموعه النهارده كان عندها روح كبيره جدا، على قد ما درجه الحراره كانت عاليه لكن شايفين الاصرار في عيون لعيبه النادي الاهلي، وده امر مهم جدا بيدينا مؤشر ايجابي. تدريب الغد هو تدريب عادي مفتوح للاعلام، بيكون كلها امور عاديه، لكن تدريب النهارده الحقيقه كان ليه يعني طابع كبير جدا بالنسبه لنا، وبالشكل العام اللي انت هتشوفه اكيد يا كابتن شوبير من خلال الهايلايتس اللي بتذاع على شاشه قناه النادي الاهلي، من عيون اللعيبه، من اصرارها، من احاديث اللعيبه، كان امر مهم جدا. لكن الحقيقه كمان يمكن مستر كولر اجتمع باللعيبه في نقاط مهمه جدا، اكد على اهميه المباراه، لابد يكون دخولنا في المباراه جيد جدا. الراجل اتكلم على محاضره سريعه النهارده في التدريب، وفي استيعاب كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي شفناه النهارده في التدريب. الراجل بيحاول ان هو في المحاضره النظريه يقول بعض الامور بتطبق الحقيقه بكل جديه، وده كان امر مهم جدا. فقدان الحقيقه مصطفى شوبير، يعني عايز اقول لك لعيبه زعلانه، مصطفى الحقيقه واحد من اللعيبه الكبار، القيمه الكبيره جدا، موهبه كبيره جدا، لكن بنتمنى له ان شاء الله يعود من جديد. مصطفى شوبير حارس مرمى للنادي الاهلي، الموهبه الرائعه ان شاء الله باذن الله. هو طبعا اكيد الاصابه انت عارف اكيد يا كابتن شوبير، يعني ان شاء الله باذن الله ربنا شايل له الخير خلال المرحله القادمه. الاجواء مطمئنه جدا. عايز اكلمك كمان سريعا على الامور الخاصه بالتذاكر، الحقيقه كابتن حسام غالي كعادته طبعا رئيس بعثه النادي الاهلي اجتمع بالمنسق طبعا الخاص بالنادي طبعا اورلاندو، اتكلم على التذاكر، خلاص يمكن تم تحديد 200 تذكره لجمهور النادي الاهلي او الجاليه المصريه، 8 تذاكر للي في في اي بي، 10 تذاكر للفي اي بي، 25 اي دي طبعا للاعبين والجهاز الفني والبعثه، و25 ايضا اي دي كمان. يمكن دي كان في اتفاق مهم جدا مع الكابتن حسام غالي، دخولهم ازاي هيقعدوا في المدرجات، ممكن يبقى العدد قليل لكن الامور كلها بتكون تنسيقيه وتنظيميه مهمه جدا. طيب. يا رب ان شاء الله بس يا كابتن شوبير يعني يوفق لعيبه النادي الاهلي في تدريب الغد والامور ان شاء الله ماشيه بشكل طيب جدا. عايز اسالك شويه اسئله يا كريم، اولا بالنسبه للعائدين من الاصابه وسام ابو علي واشرف داري، اخبارهم ايه؟ الحقيقه كابتن شوبير وسام واشرف النهارده شفناهم في كل مراحل التدريب، في السبرنتات، في الترنات، في الكروسات، في الشوتنج، الحقيقه بيعلنوا يعني يعني الكمال. طبعا الاصابه الفتره اللي فاتت كانت صعبه جدا عليهم ويمكن غابوا، لكن النهارده بيظهروا كل امكانياتهم النهارده. الحقيقه كان تدريبهم قوي جدا، شاركوا في التدريب بالكامل زي ما بقول لك النهارده مع الطقس الحار، درجه الحراره كانت عاليه، لكن شفنا السبرنتات والامور اللي هي بتطمننا على مدى الجاهزيه الطبيه طبعا للاعيبي النادي الاهلي. اشرف النهارده شارك بشكل قوي جدا، وسام ايضا كمان مع المشاركه، ويمكن كان مستر كولر خصص كده يعني بعض اللعيبه ان هي تشوت فاولات على المرمى، وده كان امر مهم جدا. كان منهم الحقيقه وسام متالق بشكل كبير جدا، ان شاء الله باذن الله يكون اضافه لاختيار الامثل باذن الله ان شاء الله لمستر كولر، مع طبعا التقييم الخاص، الامور طبعا الخاصه بالهيت ماب او الخريطه الحراريه اللي بيقيس عليها امور عديده جدا في الجرعات التدريبيه، وايضا كمان في الدقائق اللي بتحسب طبعا فيها المباريات. لكن الحمد لله اشرف داري يعني ادى تدريب مميز جدا، وايضا كمان وسام ابو علي ادى اداء رائع جدا يا كابتن شوبير. طيب اسالك عن امام، انت قلت لي في بدايه الكلام انه امام اتمرن بشكل قوي جدا ولفت الانظار، بس عايز اتكلم على العلاقه اللي بينه وبين الكابتن رمضان وبينه وبين مستر كولر.
الحقيقه يعني امام واحد من اللعيبه الرائعين المميزين اللي اكيد يعني نظام النادي الاهلي واسسه الكبيره جدا وكبرياء النادي الاهلي هو بيشوفه وبيتعلمه اكيد بشكل كبير جدا يا كابتن شوبير. نعم. العلاقه طيبه جدا الحقيقه بين كابتن رمضان، بيحاول ان هو يتكلم معايا يستفيد بالخبره الكبيره جدا من كابتن. نعم. رمضان ومن كل الحقيقه خبرات لاعبي النادي الاهلي. مستر كولر ايضا كمان الحقيقه يعني بيشيد بامام في التدريبات وبيحاول ان هو يعني يطلع منه كل اللي عنده، بيكلمه على طول في هذا الامر، بيقول له انت عندك اكتر من كده، حاول ان انت تجتهد. نعم. بشكل كبير في المباريات. علاقه رائعه وعلاقه طيبه، وانكار الذات في المجموعه ده امر مهم جدا، يعني الكل بيجتهد زي ما بنقول يا كابتن شوبير، عشان كده ربنا بيوفق المجموعه كلها، بيوفق الجهاز الفني، ده امر. نعم. مهم. الكل قلبه على قلب طبعا زميله اللي قاعد على الدكه زي ما بنقول، زي اللي بيلعب في الملعب، هي دي روح النادي الاهلي. بنامل بمشيئه الله ان شاء الله غدا هيكون التدريب الاخير، اجتماع فني هيكون الساعه 1 ظهرا، 2:30 هيكون المؤتمر الصحفي لمستر كولر والكابتن شناوي، 3 عصرا موعد المباراه، هو موعد التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله الامور كلها تكون طيبه، الامور كلها الفنيه الطبيه الاداريه تكون على اكمل وجه ان شاء الله، ويستطيع النادي الاهلي باذن الله بطل افريقيا نحقق نتيجه ايجابيه في اجواء صعبه جدا، لكن بمشيئه الله كابتن شوبير كل الامور تكون في نصيب النادي. طيب كريم، انا عارف بيبقى متوقعين حاله الطقس، انت يعني قلت لنا 37 درجه حراره ورطوبه عاليه جدا تقترب من 80%، هل يوم المباراه في اخبار عن حاله الطقس؟ يمكن لما بنشوف يا كابتن شوبير طبعا على الخريطه طبعا او على الشكل العام بالنسبه للمباراه طبعا الطقس هي 35 وتصل. نعم. طبعا الرطوبه ل 70%، وده يمكن امر صعب شويه، عشان كده بقول لك الجهاز الطبي بيقوم بدور كبير جدا 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 مع لاعبي النادي الاهلي سواء في التدريبات وتحديدا كمان يوم المباراه. الامور صعبه شويه لكن مش صعبه على النادي الاهلي، النادي. نعم. الاهلي لعب في امور اكتر من كده، رحله شقه، بيكون في ترتان، بيكون في امور. صحيح. صعبه جدا، عندنا ثقه كبيره جدا في كل اللعيبه، في الجهاز الفني، بشخصيه النادي الاهلي وبروح النادي الاهلي، نستطيع ان شاء الله كابتن شوبير نعود من هنا من سبيرج بنتيجة إيجابية في مشوار النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا. هل الفرقة هتشوف القرعة مجتمعة ولا كل واحد بطريقته؟ يمكن يا كابتن شوبير دي نقطة مهمة جدا الحقيقة، يمكن بنحاول إن احنا طبعا يعني نشوف الأمور هتبقى إيه بالتجمعات بالنسبة للعيبة، عارفين طبعا إن كل بينتظر قرعه طبعا الخاصه بكاس العالم للانديه ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، يمكن الجهاز الفني اكيد هو اللي هيحاول ان هو يشوف القرعه واللعيبه يمكن لها مطلق الحريه، لكن حتى هذه اللحظه ما فيش شكل عام بالنسبه للتجمع، لكن ممكن يكون في تجمع للعيبه، لعيبه يمكن عندها عشاء الساعه 9 مساء، في ساعه بين القرعه وبين العشاء، فمنتظرين ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تكون متجمعه تتابع القرعه ان شاء الله باذن الله، لكن اللعيبه انت عارف الفصل المهم جدا يا كابتن شوبير ان هي بتركز، لكن الكل عنده شغف في البطوله طبعا العالميه، بطوله كاس العالم للانديه ومشاركه النادي الاهلي كبير القاره، النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني الكل حي، وكابتن حسام غالي عايز يعرف هيواجه مين، عايز يشوف القرعه، فان شاء الله باذن الله الامور تكون طيبه جدا مع فريق النادي الاهلي يا كابتن شوبير. كريم احمد زميلنا العزيز من جنوب افريقيا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات القيمه. خلينا